تعالوا بينا حبايبي نعمل كده شوية بطاطس كده محمرين من البطاطس الصغيرة، والبطاطس ديت بتكون جميلة جدا جدا، تقدري تقدميها مع شوية مكرونة مع رز سلطة بحاجة كده اقتصادية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله مع أسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حراري الورقي. يلا بينا يا حبايبي نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل إيه. أنا معايا كمية من البطاطس الصغيرة زي ما أنتم شايفين، يعني الكمية ديت تعمل لها حوالي 2 كيلو أو 2 كيلو ونص، كمان كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله. فقلت بقى اللي أنا أغسلها كويس جدا، وبعد كده هبدأ اللي أنا أحطها في الحلة، وأحط لها يعني قشر ليمون ومعلقة كده من الملح. ليه؟ عشان أنا بس بسلق في حلة ألمونيوم، لو أنت بتسلقي في حلة استانلس فبتحطي معلقة الملح، وبتحطي على البطاطس مية نظيفة بتغطيها، يعني قشر 2 ليمونة كده اهوت، يعني ليمونتين كده بناخد القشر بتاعهم. أنا بحتفظ بالقشر في الفريزر، بستخدمه في حاجات زي كده يعني زي ما انتوا شايفين. وبسيب البطاطس لحد ما يعني بسيبها كده بتاخد حوالي يعني 3/4 ساعة او ساعة على نار وسط لحد البطاطس ما تستوي معايا. طبعا البطاطس الرفيعة الصغيرة دي بتستوي على طول، مش بتاخد وقت. فانت اول ما بتشوفيها يعني بتختبريها، يا تختبريها بشوكة يا اما بتطلعيها كده على طبق، واحدة كده بتاخديها على طبق وتبدأي اللي انت ايه بتشوفيها استوت القشرة بتتشال، فبتبقى خلاص بتطفي عليها. وبعد كده يعني بتتخلصي بقى من المية السخنة، وبتحط لها مية من الحنفية عشان تبردي عليها يعني وتبرد معاكي على طول، وبتحط لها مية بقى ايه باردة من الحنفية. وبعد كده بنبدأ بقى ايه اللي احنا نقشرها. فانا هنقشر بقى ايه كمية البطاطس اللي معايا، وبعد بعد ما اقشرها هنبدا بقى ايه اللي انا احمرها بقى ايه في الزيت. طبعا هي الطريقه جميله جدا، انا بحب البطاطس دي على فكره، بحبها قوي يا انا واولادي وعندنا في البيت يعني، وجوزي بيحب يعني كلنا بنحب طريقه البطاطس دي. ليه؟ بتبقى طعمها جميل جدا، وكمان دي متعددة التقديم، يعني اللي انت مثلا تقدميها في على حسب ما انت عايزة، عايزة تحطيها فطار تنفع، عايزة تاكليها في عشاء تنفع، عايزة ان انت تقدميها ما معاكيش فلوس وما فيش مثلا معاكي فلوس وعايزة تعملي حاجة كده سريعة اكل سريع يعني، فممكن انت تحمريها بنفس اللي انا كده قشرتها كلها، وبعد كده بتبدأي اللي انت تحمريها وبتقدميها. ممكن تقدميها مع شوية رز، مع بيض مسلوق، مع شوية سلطة، فبتقضي يومك وبتعملي احلى غدا يعني. وغدا ايه كمان يعني مفيد، البطاطس مفيدة وكلها يعني نشويات يعني بتفيد الجسم بصراحة، وكمان البيض كله بروتين. فلو انت سلقتي بيض كمان، عملتي بيض وسلقتيه وقدمتيه مع شوية بطاطس من دولت مع طبق سلطة، السلطة كلها طبعا الخضروات كلها مفيدة للجسم مع شوية سلطة، فانت بتعملي برضو حاجة حلوة برضو يعني، وجبة بتعملي وجبة للغدا مفيدة جدا وهتفيد تفيد الجسم برضو كده. انا حمرتها كلها زي ما انتم شايفين حبايبي، وممكن تقدميها مع رز بقى يعني، مع شوية رز ابيض او زي ما انت حابة، حابة تعملي مثلا رز حبة وحبة يعني كده، اللي هو بيتعمل بتاخدي شوية من الرز وتحمريهم في الزيت لحد ما يصفروا يعني، بيبقى الرز في الاخر التقديم بتاعه بيبقى حبة وحبة يعني، حبة صفراء وحبة بيضة، حبة تقدمي معاه رز بشعرية، حبة تقدمي معاه رز ابيض، براحتك برام رز براحتك شغال يعني، اي حاجة تقدميها مع البطاطس الزيت. حابة اللي انت مثلا بتحبي اللي انت تعملي معاها تقدمي معاها مكرونة، فبتبقى حلوة جدا يعني، عشان كده بقول لك البطاطس دي شغالة يعني. هنا معايا رشة ملح ورشة كمون، وممكن حبة شطة، ممكن تحطي رشة شطة، بتوزعي كده بتحطي كده بترشيهم كده الملح والكمون كده زي ما انت شايفة، وبعد كده بتكون جاهزة معاكي وبتقدميها. لو حابة تحطي عليها أي طعم جبنة، طعم أي حاجة يعني الأطعمة ديت، فممكن برضو إن انتي تعمليها برضو.
ممكن على فكرة كنت عاملة لكم أطعمة قبل كده وموجودة في القناة بطريقة سهلة باستخدام الملح. يعني ممكن تجيبي شوية من الملح وتجيبي جبنة رومي، بس خليها يعني جمديها في الفريزر تبقى جامدة خالص. بعد كده بتاخدي الجبنة الرومي ديت وتضربيها مع شوية ملح، يبقى انت كده عملتي طعم الجبنة في البيت. بتاخدي منها شوية بترشيهم على البطاطس فبتبقى حلوة جدا. وده كده حبايبي شكل البطاطس جميلة جدا، وحاجة كده يعني اقتصادية برضو، يعني من الآخر كده وصفة جميلة جدا اعمليها لأولادك. زي ما انتوا شايفين اخواتي الطريقة سهلة وبسيطة. اعملوا البطاطس ديت بقى ايه، اعملوها كده وقدموها بقى. شوفوا انتوا بتقدموها يعني لما بتعملوا البطاطس دي بتقدموها ازاي، زي الافكار اللي انا قلتها لكم، ولا عندكم افكار تانية برضو في التقديم؟ اكتبوا لي برضو في التعليقات وقولوا لي عليها. وعلى فكرة البطاطس دي كمان بتبقى حلوة، بتدخل في وصفات تانية. يعني ممكن تعملي بيها كفتة البطاطس، يعني ممكن تعملي كفتة البطاطس بس من غير ما تحمريها، بعد ما بتسلقيها وبتقشريها فبتاخديها كده كل واحدة لوحديها، بتعملي خليط اللحمة، وبعد كده بتفردي اللحمة المفرومة اللي انت جهزتيها، وبعد كده بتحطي البطاطس دي في النص وبتغطيها باللحمة من بره. فدي وصفة برضو بتبقى جميلة جدا وتحفة، بتبقى اقتصادية، بتعملي كمية كفتة كبيرة. يعني لو عندك ربع كيلو لحمة وحابة تعملي بيه كفتة فبتطلع لك كمية كفتة كبيرة بصراحة. وكفتة البطاطس يعني اللي هي بتبقى محشية بطاطس زي ما انتوا شايفين، برضو ممكن برضو البطاطس ديت برضو ممكن برضو اللي انت لو مش عايزة تحمريها وتبقى الواحدة بوحدتها، ممكن انت بتقشريها وبتهرسيها. ممكن برضو اللي انت بتعملي بيها برضو كفتة بطاطس، يعني مع بيضة مع شوية خضرة، بصلاية، شوية بهارات، جبنة مبشورة كده، بتعملي برضو كفتة البطاطس وبتحطيها في البيض، في البيض والدقيق والبقسماط كده يعني، وبتعملي أحلى بطاطس بتبقى جميلة جدا. يعني وصفات البطاطس بتبقى متنوعة. ممكن تعملي بيها من البطاطس زيت برضو بيتزا البطاطس، يعني بعد ما بتسلقي البطاطس بتهرسيها وبتفرديها في صينية، وبعد كده بتحطي لها البهارات بتاعتها مع خليط البطاطس، وبعد كده بتحطي في فوق الوش شوية كده من صلصة الكاتشب. بعد كده بتوزعي بقى لانشون، بتوزعي فلفل رومي، بتوزعي عليها زيتون، بتوزعي اي حاجة انت يعني انت حابة تحطيها على البيتزا. وبعد كده بتحطي بقى اخر حاجة اللي هي الجبنة الموزاريلا، بتحطيها فوق الوش وبتعملي بيها بيتزا البطاطس، بتكون جميلة جدا. ولو عملتيها بالطريقة اللي انا بقولك عليها ديت اولادك هيحبوها جدا، وجوزك كمان هيتبسط من طعمها، وهتقدمها لهم بطريقة جميلة جدا. يبقى كده حبايبي عملت معاكم البطاطس النهاردة وقدمتها معاكم بالطريقة اللي انا بحبها جدا. ولو عندكم افكار قولولي عليها. شكرا للمشاهدة، السلام عليكم.